مستمعينا الكرام، مرحبا بكم واهلا وسهلا بكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير على برنامج نصيحه امل، وحنا دائما ان شاء الله تعالى متواصلين ودائما في نفس الموضوع اللي كنحاولوا ما امكن نعطيو فيه مجموعه من الاليات لاجل اننا نجعلوا وليداتنا اللي عندهم فرط الحركه واللي عندهم نقص الانتباه اللي كيأثر لهم على حياتهم، اللي كيأثر لهم على دراستهم. فاذا ذكرنا مجموعه الاليات لاجل تنميه الانتباه السمعي. اليوم غنستمروا في هذا الموضوع، فممكن اننا ناخذ واحد التدريبات اللي هي ناجحه وناجحه جدا. مثلا تنعطيو لهذا الطفل، تنعطيه واحد القلم، سياخذ قلم وتنقولوا له بانه الوقت اللي غنقول له بدا، فانه كيبقى ينقر على الطاوله على الطبله. فاذا قلنا له بدا تيبدا، اذا قلنا له وقف خصو يوقف. اذا تنشوفوا هذاك التجاوب ديالو السمعي. هذا الامر هذا ممكن يقوموا به كيف ما تنقول دائما الاباء المربين، اي شخص اللي تيعاون هذا الطفل على انه يكون عنده واحد الانتباه السمعي. فمجرد ما نقول له بدا تيبدا، خصو نقول له وقف ديك اللحظه بالضبط، ثم وهكذا حتى كنبقاو تنحسبوا عدد المرات اللي تيكون فيها الطفل هذا استجو فيها، وعدد المرات كذلك اللي تيكون فيها اخطاء. فهنا تنميو عنده التركيز عن طريق واحد اللعبه اللي هو تعتبرها لعبه، وحنا في نفس الوقت نديروا ليه التدريب اللي هو ناجح وناجح جدا. فكيولي كنبدلوا الاوقات، كنبدلوا طبيعه الحال. ممكن في الاول نديروا واحد 3 ثواني، ممكن في الثاني نديروا واحد 4 ثواني، ممكن في الثالث نديروا 2 ثواني، وهكذا تنبقاو حتى الطفل هذا كنلقاو واحد التجاوب معاه اللي تيكون تجاوب جيد. وهاد المرات وهاد المحاولات لا تقل عن 10 مرات. كذلك سنستعملوا معاه لتنميه التركيز والانتباه السمعي، تنستعملوا معاه الاوامر اللي هي مركبه. ما معنى الاوامر المركبه؟ هي انه تنقولوا له مثلا جيب من البلاكار ديالك، جيب هذاك التريكو مثلا الازرق. تنقول له مثلا سير المطبخ وجيب هذيك الكاس الاخضر. خاوي، تنقول له خاوي في الاول، موراها مثلا تنقول له وهاك عمر لي هذا الكاس هذا، ولا جيب مثلا داك الكاس اللي هو احمر ويكون عامر مثلا بالماء. اذا كتعطيه واحد الالوان وكتعطيه واحد الصفات معينه، ديك الكاس الطويل، ديك الكاس اللي هو قصير، الى غير ذلك. الا كان طبيعي الحال الطفل اللي كيستطع انه يحمل هذه الامور هي زجاجيه، ولكن بطبيعه الحال تتكون واحد المراقبه، لا شك تتكون مراقبه. وان كان ممكن تكون مثلا الام في المطبخ وفي نفس الوقت تقول له مد لي هذه، اعطيني هذه، دير لي هذه بواحد الشكل اللي تيكون تيتناسب. اذا هذا مجرد مثال، والا قيس على ذلك ممكن تستعملوا فقط الالبسه. تتقول له مثلا لاكار ديالك وجيب هذاك السروال اللي ازرق اللي كنتي لبستيه ديك النهار، ها هو كاين في البلاكار في الطبقه الاولانيه اولا في الطبقه الثانيه. كتعطي مواصفات تكون انت عارف وتكون دقيق كذلك في التصور ديالك، وكتعطيه ديك الصفات وكتشوف يعني مدى الاستجابه. ممكن يجي عندك المره الاولى يقول لك ماما ما لقيتش ولا بابا ما لقيتش ولا هذا، فكتحاول انه كتقول له واخا يا بابا غير ها انت حاول وقلب وغنعطيك شي حاجه. مثلا الا كان طفل صغير ديال 3 سنوات او لا 4 سنوات او لا كذا، فاذا تتبقى تدير له واحد النوع من التشجيع معنوي وتشجيع مادي، يعني شوكولا او لا شي حاجه. اذا هذه الاوامر اللي هي مركبه مهمه جدا، او لا كتسخروا لاي حاجه اللي من اشياءكم، مثلا اشياءكم الخاصه بكم، فكيكون هذا مساعد لي على تنميه الانتباه والتركيز. كذلك ممكن انه تتعطيوهم واحد الجمل، جمل اللي تكون مركبه، وكتقول له انه فين كاين الخطا، او لا ممكن ما تقولوش كاين الخطا، بحال كتحكي له مثلا على شي قصه وكتقول له مثلا اكل الولد المسطره مثلا، فهو يقول لك ماما راه ماشي مسطره، راه ما كناكلوش مسطره. اذا مزيان يعني جيد هكذا. او كذلك تنتكلموا على شي حاجه اللي ماضيه، مثلا البارح خرجتوا معاه او لديتوا المدرسه وفي الطريق شفتوا شي مناظر، شفتوا شي حاجه، كتحاولوا في ديك النهار تلفتوا انتباهه الى مجموعه، شوف هاد الشجره شحال زوينه، شوف هاد الشجره سميتها كذا، شوف هادي، شوف هادي، شوف هادي. من بعد كتبدا بحال كتحكي لشخص اخر، كتحكي للاخ ديالو، تتقول له بانه راه البارح ملي كنا دايزين وشفنا واحد الشجره مثلا ديال الصنوبر، وهي راه كانت شجره ديال الاوكاليبتوس مثلا. تيقول لك وتشوف التركيز ديالو كيفاش داير، واش ديك الكلام اللي قلتي منتبه له بانه صحيح ولا ماشي صحيح. اذا كتلفت انتباهه لمجموعه الامور باش تيولي عنده الانتباه السمعي جيد، مع انتباه ديال بطبيعه الحال التركيز اللي هو تركيز سمعي. وان شاء الله تعالى في الغد غادي نتكلموا على الانتباه البصري. معنا اول مكالمه لاله فاطمه الزهره من طنجه.
الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سلام دكتوره كامله. مرحبا. الله يبارك فيك. ربي يخليك لفاطمه الزهراء. كلشي بخير الحمد لله. الحمد لله ربي يخليك. مبروك عليكم هذا الشتي وهادي. مبروك علينا جميعا. امطار الخير الله يجعلها ان شاء الله بالنفع والخير والتيسير. الله يجعلها مباركه ان شاء الله. دكتوره اللهم لك الحمد. والله فرحانه بزاف حيت سد لي الخط. ربي يخليك لفاطمه الزهراء. كتعرفي راه عندي واقيلا شي بعلي وانا كنعيط كنعيط. الله اكبر. لا اله الا الله. مرحبا بك لفاطمه الزهراء. لكل اجل كتاب اليوم قدر الله. مرحبا مرحبا. اللهم لك الحمد. المهم الاصرار هو اللي مهم. مرحبا. والله العظيم انا تبارك الله عليك. الناس مصرين ديما انا عندي الحاجه كنعاود فيها. طلع عندي عليك تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله عليك. يخليك بارك الله فيك. تفضلي يلا فاطمه. المهم في واحد فيها دلات خايف. اي بشويه عليك. المهم المهم دكتور انا دابا عندي واحد المشكل مروني فيك. شحال السن ديالك يا فاطمه الزهراء؟ السن عافاك؟ عندي 30 سنه. مزوجه ولا لا؟ مزوجه وعندي وليد. ايه تبارك الله. المشكل ديالي عندي من الصغر. ايه من الصغر بحال ما نعرف ما كانش عندي ثقه في نفسي ولا ما فهمتش انا بدي ما فهمت راسك. كنت دائما عندي واحد التخيلات اللي بحال مثلا يدوز قدامي واحد لوجست كيما بغى يكون ويعجبني نبقى نعاودو انا حتى بالليل نعاود هادشي نعاودو انا بالليل نبقى نعاود نقول انا كنت بحال هكا وبحال هكا وهادشي كان بحال هكا ولا شي حاجه عند شي واحد عجبتني كنبغي نلصقها لراسي فهمتي دابا نقول انا هادي ديالي كانت ديالي ولا بحال هكا ورجعت بحال ما بقيت داكشي بحال هكا مدمنة عليه شحال هادي كنت كنهضر بحال نبقى نهضر بحال هكا مع راسي مع راسي حتى كنعس بالليل. وجبت الوقت وانا بحال هكا بحال هكا كنقول لا راه ما خصنيش بحال هكا. شفت واحد اختصاصي نفسي زعما كنعاودو بحال هكا قال لي نو قال لي راه عادي زعما ماشي شي حاجه. المهم قلت فاش قبل ما هادشي كان قبل الزواج المهم قلت فاش غادي نتزوج صافي راه غادي تكون هذيك الحياه اللي حيت دائما حياتي ما كانتش عاجباني دائما كان عاجبني واحد الجانب اخر اللي في احلام ديالي دائما انا عندي الواقع ديالي انا كندير واحد الواقع اخر كنعيش فيه بوحدي. كنتي كنقبل الزواج من بعد ما تزوجت بقيت رجع ليا وثاني في الاول كان عاجبني الحال من بعد ما بقاش عاجبني الحال رجعت كنعمل هذيك الحياه الاخرى ورجعت كنحس براسي بحال ماشي نورمال هادشي ما غاديش يكون وبغيت كتصوري دابا واحد الحياه اخرى ياك؟ كنتصور حياه اخرى نعيشها وصافي دابا انا الحمد لله دابا تزوجت عندي ولدي مشكلة انا تا ولدي بحال ما نهار اللي تزوج نهار اللي ولدته بحال ما عجبنيش الحال ولي ربي يسمح لي كنقول علاش ولدت ما كانش خصني نولد وكنقول كنحس براسي بحال انا ماشي مثلا نورمال ولا ما فهمتش ولا كنقول انا ماشي مزيانه ولا على داك الشكل انا كنعمل هكا بغيت مثلا شي واحد اللي يصحني يقول لا خصك ديري هكا ولا هكا وعاوتاني حتى في العباده يا ربي اسمح لي بعمرات كنصلي بعمرات ما كنصليش ما كناخذش هذاك الشيء الدين فاهمه في الدين وعارفه في ما يضر نعطيك النصائح ونعطيك كل شيء بالحق المواظبه ما عنديش دابا هادشي خلق لي حتى مشكل مع راجلي مثلا انت في حياتي الزوجيه ما عايشاش مع راجلي داك الشيء اللي خصني نعيشه دائما عايشه داك الشيء الاخر ودابا ترى انا وياه ما كنتفاهموش يعني كنحس به هو بعيد عليا وانا بعيده عليه وكنحس واحد المشاكل بيناتنا حتى كنوصل انني نقول خير الطلاق الله يستر ملي كنجي نشوف المشاكل اللي باغا نطلق عليهم كنلقى ماشي شي مشكل كنلقى غير ما نفهموش على شي حاجه بسيطه ودائما صداع عندي في الدار دائما صداع عندي في الدار مع راجلي. واخا لا فاطمه الزهراء علاش ما كتكتبيش الاهداف ديالك؟ عمرك جلستي وكتبتي الاهداف ديالك؟ كنجلس اي مزيان بمعنى تكتبيهم ديري لهم خطه ديالهم ماشي غير تكتبيهم وتبقي تشوفي فيهم لا كنكتبوا الاهداف وكنكتبوا الطريق اللي غادي تدينا لهذيك الاهداف هذه الاولى لا فاطمه الزهراء ما كنعرفش كيفاش غادي ندير واخا واخا لا فاطمه الزهراء الحاجه اللي بغيت نسقسك عليها المساله اللي ذكرتي ديال انه لما كتجي تنعسي كتبقاي تتفكري شي حويجات مثلا هذه كانت عندك عاده في الماضي عاده انا بغيت نعرف شنو لا فاطمه الزهراء واش مثلا تيكون عندك واحد اللوم للذات على مجموعه الامور ولا مثلا كيكون عندك واحد نوع من الغيره على شي وحدين الناس او لا كذا عندهم شي حويجات وانت ما عندك شيء او لا عندك شي طموح وبغيتي توصلي له لا غدا مثلا الليل طمحتي لشي حاجه تمنيتي شي حاجه ولا غدا بغيتي توصلي ليها واش هكذا كيوقع لك ولا شي افكار اخرى معايا لازم مازال فاطمه الزهراء لا كنسمعك الان كنت بحال الراديو خدام قلت لك انا بحال داكشي اللي قلتيه كامل كتكون عندي غير اذا كلشي هادشي اللي قلته كله مجموع مره هذه مره هذه ما كل مره كيفاش المهم كاين واحد الخطاب داخلي
المهم كاين واحد الخطاب داخلي، خطاب مع الذات. اييه اه خطاب مع الذات، لانتي ما راضياش على ديك بحال مثلا نجيبو حنا غير حاجه تكون سهله، واحد الحاجه مثلا نتي جالسه مع صحابك وهدرت هضرنا مثلا على حنا واحد الحاجه مثلا، ولا كومون طوال على شي حاجه مثلا، نقولوا حنا قالوا مثلا القفطان ديال فلانه زوين ولا ولا ولا. دابا انا غادي نتخيل القفطان راه ديالي مثلا، حنا اسفل الاسباب يعني هذا سافي، هذا نقولوا حنا قفطان عاوتاني مثلا كيفاش واخا هاد النقطه هادي بغيت نفهمها اكثر، بمعنى كيفاش هذاك القفطان ديالك مثلا شرحي لي مثلا. دابا غادي نتخيل انني جالسه مع واحد، دابا حنا في عرس مثلا ومحضره انا في هذاك العرس ولابسه هذاك واحد، دابا نقول شحال العرس ولابساه ديالي داك القفطان. اذا من جانب ديال انه كتمني شي حاجه ماشي كتحسدي، ماشي كتمني ان الاخر ما يكونش عنده، المهم يكون عندك داك مزيان. ولا ما حسيت شي واحد ولا لا مزيان بالعكس. واخا لا فاطمه الزهراء، اذا شوف لا فاطمه الزهراء، الامر اللي عندك هذا انا كنعتبره ايجابي ماشي سلبي. انت الا كتنظري له سلبيا انا كنظر له ايجابيا، لانه شنو اللي عندك انت؟ عندك واحد النوع من الحديث النفس، الحديث النفس كيكون عند اي انسان، لكن هو ملح عندك. لي انقطعك ولكن عندي ذاك النفس اللوامه يعني هي راه فهمت انا جايك، انت عندك النفس اللي غتمشي للوسواس. سمحي لي غير مثلا دابا انا مثلا تزوجت براجل ديالي، علاش ما تزوجتش بالفلان الاخر، ولا علاش ما درتش هادي، ولا علاش انا ليش دائما حياتي انا ما كتكونش عجباني؟ انا بغيت نكون ديك الانسانه اللي عجبها حياتها كيفاش ما ربي خلقها، تعيش فيها وتكون يعني وتكون يعني تعطي واحد تكون في المجتمع فعاله. ما نقولوش انني غير جالسه ما كندير والو، اللي كيعصبني انني كنكون مثلا دائما داكشي اللي انا عايشاه ما عجبنيش. البارح خصني انا نعاودو مثلا، البارح كيفاش وقع نعاودو انا بطريقتي كيفاش انا كيعجبني كيفاش كان خصني يكون، وداكشي القدر ديال الله ربي اللي كيقدر. لا 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 انا كنقول الله يحفظك، كيجيني بحال كنقول في سيرك الله. لا 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 غير بلاتي لفاطمه الزهراء، هاد النقطه اللي قلتي هادي وقفي عندها ونوقفوا عندها، هاد النقطه مزيانه لانها فيها الحل. انت لما كتراجعي راسك مثلا، البارح داز وديك البارح ما عجبكش، انت ما عجبكش في تصرفات معينه، ما عجبكش انك حسيتي براسك ما حققتيش ذاتك، ما درتيش الحويجات اللي بغيتي، اذا انت تقولي اليوم انا غادي ندير ديك الحويجات اللي بغيت. وان كان مثلا ما تعتبريش بان اللي داز راه هو داز وتفلت منك وخصك تبقاي تلومي راسك، لا خصك بالكيفيه كيفاش تنظري ليه. تنظري ليه بكيفيه انه يوم جديد، هذاك اليوم اللي فات صافي انطوى داز، هكذا خصك تبقاي تخاطبي نفسك. ذاك اليوم داز انا استفدت منه، والدليل شنو هو الاستفاده ديالي؟ هو انني اليوم ما بغيتوش يكون بحال البارح، اذا اليوم انا درت شي حويجات اللي كنت نتمنى نديرها البارح، وهذا اللي خصك تعرفي. خصك تعرفي بان هذا الامر عادي، ما كاينش شي انسان على وجه الارض اللي تيدير شي حويجات اللي هي بالنسبه له في المستوى ديال التصور ديالو 100%. هادي خصك تعرفيها، يعني الانسان انت لا ضاع لك غير نهار ولا يومين ولا اسبوع ولا شي حويجات مثلا، راه كاين الناس اللي ضاعت لهم سنين ديال عمرهم وما داروش فيهم الحويجات اللي كيتمناو، وعاد الان ناضوا وداروا حويجات اللي كيتمناو. وشنو اللي غادي يزكي لك هذا الامر ويطمئنك، لان انت محتاجه الاطمئنان، هو ان الله تعالى، الله سبحانه وتعالى قال لنا على واحد المساله ديال الختم، يعني حسن الخاتمه. ممكن ان الانسان يعمل بالسوء طيلة حياته، ولكن تيجي اليوم الاخراني ديالو وتيعمل به بالخير، والله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. شحال الناس اللي كنا كنسمعوا، وهذه يعني احداث اللي وقعت، تيقول لك كان سكير، كان عربيد، كان كذا كان كذا، ونهار الوفاه ديالو دخل المسجد وتمنى انه يدخل ويصلي، حبسوه الناس، لا انت سكران لا انت ما تدخلش، لا دخل بالسيف، خلى الناس حتى كيبداو كيصلي وكذا وكذا، ودخل هو وصلى وسجد ومات اثناء السجود. يعني العبره باش العبره بالخاتمه. اذا هنا الله تعالى شنو كيعلمنا من هذا الامر هذا، وشنو يعني في المنظور ديالنا الدين الاسلامي، انه العبره بالخواتيم. الانسان ياخذ ديما واحد الفكره في الامل في الغد، اللي فات ما غيحاسبنيش الله تعالى عليه الا الا انا باقي عجبني وباقي متشبت به كماضي سيء. اما اذا كان ماضي حسن وكنمشي للاحسن، فالله تعالى غيشجعني والله تعالى غيبارك لي في هذا الامر. الا كان عندي ماضي سيء تنتمنى وتنقول توبه من رب العالمين، انا كنتوب الله تعالى، غدا غادي يكون حسن من البارح.
وصافي وكتنطاوي هذيك الصفحه ديال البارح تغفرات فيها الذنوب يعني. وممكن ان الله كريم معنا كيفاش انه تيجعل سيئاتنا حسنات، يبدل الله تعالى السيئات الحسنات، سبحان الله. يعني كرم الله عز وجل معنا، ماشي غير تيغفر لينا السيئات اللي دازت، لا، هذيك السيئات تيجعلها الله تعالى حسنات. اذا شوف لا فاطمه الزهراء، انت هذا الامر اللي عندك راه جايك في الاكيد غيكون جايك من الطفوله، لانه كان لوم كثير، كان يعني الوالدين تيبغيوك تكوني في واحد المستوى اللي هو لائق، انت كذلك خطابك مع داسك ديما كتبغي تكوني في مستوى لائق، ولكن ما عرفتيش المفتاح. هاد الدافعيه اللي عندك انت دابا ديال انه تكوني في احسن مستوى في علاقتك مع رجلك، في علاقتك مع ولدك ان شاء الله، في كل شيء حياتك، هذا شيء جميل، كطمحي لما هو افضل وما هو احسن، لا في اللباس لا في المضمون لا في كل شيء، لا في الروح لا في اي حاجه. ولكن ما تخليش عباره عن وسواس، لأن إلا بقيتي كتلومي عرفتي شنو هو اللوم. اللوم بدون عمل تهبط الإنسان لتحت، كيولي إنسان هابط وكيولي إنسان في نفسيته كأنه مكتئب. إذا لا فاطمة الزهراء، اللي مطلوب ديري خطة لكل هدف من الأهداف، كتكتبي الهدف ولكن ما تكتبيلوش الخطة ديالو. إذا المهم جدا هو هذيك الخطوة، لأنه نعطيك مثال، بزاف الناس ممكن ما يسطروش الاهداف، ما يكتبش مثلا بانه انا بغيت نكون غني، ما يكتبش بانه انا بغيت نكون عندي مستوى علمي، يقدر ما يكتبهاش، ولكن شنو تيدير؟ راه هو غادي في المسار العلمي ديالو، تيقرا وتعاود يقرا وتزيد حتى كيلقى راسو تلقائيا وصل الهدف، تلقائيا بشكل يعني تلقائي. واحد اخر عنده الهدف، جالس وتيقول انا ما كراش يكون عندي واحد المستوى علمي متفوق، ونكون كنعرف وكن عندي ثقافه، ونكون كنعرف هذا الباب وفي هذا المجال وفي هذا المجال وفي هذا المجال، اولا في تخصصي نبرع فيه، ولكن راه ما دار والو. غيوصل ولا ما غيوصلش؟ ما غيوصلش. شكون اللي وصل؟ اللي دار الخطوات. اذا الخطوات قد تكون اهم من وضع الهدف. حنا ماشي هنا تنقصوا من وضع، لا، وانما بغيت نبين لك بانه راه مزيان تحطي الهدف، ولكن اللي اهم منه هو الخطة اللي توصلك. الخطة كيفاش غادي توصلي لها؟ الخطة بالمعرفة. مثلا بغيتي توصلي واحد المستوى من طمأنينة، من طمأنينة ومن الرضا على الذات. الرضا على الذات ما كيجيش عبثا، كيجي من خلال التفكير الإيجابي، أن الغد غيكون مزيان، أن أنا غنتغير الأفضل، أن تعاملي مع رجلي غادي يكون أحسن، أنه وكنحمد الله تعالى، اذا كنقول غدا غيكون مزيان، غندير، وانه الحاضر ديالي هو الاحسن من الماضي. والحاضر ديالي شكون اللي اختاروا لي؟ اختاروا لي رب العالمين كمبدا. اذا تزوجتي لولا ان الله تعالى قدر انك تزوجي بهذا الشخص هذا ما كان شيء. اذا هو تيعطيك واحد الاطمئنان النفسي، الايمان بقضاء الله وقدره تيعطيك اطمئنان نفسي. الاختيار ديالك لو رجعناك نفس السنوات 4 سنين هذه 5 سنين، ما كنتيش غتختاري داك الراجل، ما كنتيش غتزوجي بداك الراجل اللي بغيتي تزوجي به، عفوا اللي بغيتي تزوجي به تمنيتي. علاش؟ لانه كاينه اقدار، كاينه اقدار لما كتحصل خصنا نامنوا بها. نعم قبل ما يكون القدر او الفعل، احنا مسؤولين على افعالنا، مسؤولين على اننا نامنوا ولا نكفروا، مسؤولين على الله تعالى كيقول لنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مسؤولين على اننا نديروا هذه ولا ما نديروهاش. ولكن الا مشى حتى حصل الفعل، انا بغيت نحط الكاس بهذا الشكل ومركزه وبغيت نحطه، ما رديتش البال. على كل حال مره اخرى ما رديتش البال، طاح الكاس مثلا. فاذا هنا شنو غادي نقول؟ قدر الله ما شاء فعل، ما نبقاش نلوم راسي ونمرض راسي علاش وكان عليا ما نحطوش بحال هكذا وكان. نعم غيجي في الخطه ديالي، غنقول ربما كان سبب. شنو هو السبب؟ انه ما عرفتش كيفاش نحطو، حطيته في الجنب الحافه وما ركزتش شي مزيان وكذا وكذا. يعني غناخذ ديك التجربه وغادي نستفد منها. اذا بهذا الشكل لاله فاطمه الزهراء، حاولي ما امكن تكون عندك الفعل اكثر من اللوم. انت عندك فراغ اللي فاطمه الزهراء، استغلي الفراغ ديالك، ديري انشطه متعدده، مارسي. سيري بغيتي تكوني فاعله في المجتمع، سيري مع جمعيات، سيري المجالس العلميه، سيري لدور الشباب وكوني معطاء، تعلمي علم معين وكوني معطاء. رجلك شوفي منه الايجابيات ديالك، اللي شوفي منه الايجابيات اللي عنده حاصله، وابتعدي عن السلبيات، راه الكمال لرب العالمين. مرحبا، ناخذ معنا مكالمه اخرى. معنا سيدي خليل من طنجة. الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا أختي صافا كلشي بخير. الله يبارك فيك أسيدي مرحبا. شكرا لكم على هذا البرنامج أختي والله يجزيكم بخير وحتى جميع البرامج ديالكم راه حنا من المحبين ديال إذاعة ميد راديو. ربي يخليك سيدي الله يجزيك بخير. غير عندي واحد المسألة بالنسبة للبنت ديالي عندها 10 سنوات. وعندنا لحد الآن هي كتقرا في السنة الرابعة دابا ابتدائي. عندنا مشكل معها ديال إلي أن بو أكتيف. وكتلعب بالاصابع ديالها وباليد ديالها وداك الشيء. والمشكل الكبير اللي عندنا هي لحد الان واخا في المستوى الرابع ما كتقدرش تهجى الارقام ولا الحروف. يعني الحروف تعطيها شي جمله تقراها ولا شي حاجه ما تقدرش تركز وتقراها ولا تجمع الحروف ولا شي حاجه. لا بالفرنسيه لا بالعربيه. ومع العلم بانها بالنسبه دي تحاولت معها بزاف المرات وديتها حتى لان سيكولوج ولانه كان شاف الاولاد ديالي قبل وداك الشيء اللي كبر منها. قال لي بالنسبه لها هي قد كامل الاخوه ديالها ولكن لحد الان ما كتوفقش في قراءه الجمل ولا القراءه الفرنسيه ولا بالعربيه. دار لها اختبار الذكاء؟ لا ما درتوش لها. لا ضروري من اختبار الذكاء. اختبار الذكاء ولحد الان استاذ اسمحي لي. نعم تفضل. لحد الان هي لا سول اللي في خوتها باقي حاجه كتبول في بالمساء. وخا سن العاشرة ومازال كتبول. الليل. إذا البنيته خصنا نبحثوا في الماضي ديالها كيفاش كيفاش كان. هذه أول حاجة كنجنبوا الأطفال تأثير الماضي عليهم. بمعنى تأثير الماضي هذا إلا كان الحاضر ديالنا في تعاملنا معاهم مزيان. البنيته كتخاف منك سيدي ولا كتخاف من شي واحد؟ أولا مكثرين عليها. شوف شوف سيدي خليل مكثرين عليها من شي مسؤولية؟ لا بالعكس هي هي في بالنسبه للاخوه ديالها مقارنه مع الاخوه ديالها هي لا سول اللي في لا ميزون لا تقول لها سير جيب لي هذه من الكوزينه جيب لي كاس الماء جيب لي ما كتملش تمشي تجري وتجيبو زعما نشيطه في هذه القضيه. اذا هذا بالنسبه ليها يعني واش فهمتي ما تكون في البيت ديالها ولا كتفرج ولا شي حاجه جيب لي هذه تسخرها ولا شي حاجه تمشي تهبط من السطاح تطلع تجيب تنقز ما تعياش سبحان الله. ايوا غير بلاتي سيدي خليل هادشي اللي قلت لك عندها مسؤوليه البنيته حسيت بانها عندها مسؤوليه على على كاهلها وانتم كتزيدوا تكرسوها غير بلاتي فهمت ما كنسموهاش مسؤوليه هذه زعما هي من محض الاراده ديالها فهمت سيدي خليل محض الاراده ديالها ولكن يعني انتم اولا عجباتكم ثانيا يعني تبارك الله كتنظروا لها يعني على انها شيء ايجابي هذا الشيء رائع لولا انها ما عندهاش هذا المشكل هذا وربما صعوبه التعلم في الدراسه ديالها نقولوا شيء جميل لكن البنيته كتكلف راسها هذه روح الطاقه اكثر شنو هي الطاقه هو انها بغات تكون في مستوى ديال ارضائكم ياك بغات انها ترضيكم نتوما بواحد الشكل اللي نتوما كيعجبكم نقول لك سيدي خالد مثلا ما كديروش ملاحظات مع خوتها اولا مقارنه مثلا خوتها ما كيبغيوش يتسخروا ولا شي حاجه بعض المرات وي اذا هي كتشوفكم ربما كت كتقول لي علاش ما تكونش بحال علاش هي كنقول لها تمشي هذا الشيء اللي كاين اذا البنيته المشكل الهاجس الاكبر ديالنا هو المشكل ديال الدراسه هو اللي بغيناه زعما لان انا في اللي حسب ملاحظه اللي لاحظت قلت لا 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 وصلت للمرحله باش تعود تهجى لي الكلمات ودير وداك الشيء تقرا وحدها وتعود ما كاينش فيها شي عيب باش تحفظها انت ولا يحفظها نديروا لها القران في البيسي وتحفظه ولا شي حاجه غير بالسمع لا هذا الهاجس ديال الدراسه هو المشكل اللي عندنا حنايا لان غتنطلق هذيك الساعه واخا سيدي خليل انا غتنطلق انا فهمتك سيدي خليل وفهمت الامر مزيان وحسيت بك اولا نصحح واحد الكلمه قلتيها تقرا لك هي ما بغيناهاش تقرا لك بغيناها تقرا راسها وتقرا مبادئها غير حين واحد الحاجه تنقولوها وتيلتفتوا ليها الوليدات تيبداو يقولوا كان الامر ماشي ديالهم هما حنا غادي نقراو غير على وديت والدينا دابا انت كتبان لك امر عادي لكن هما في قراءتهم الالفاظ اللي كيسمعوها تيوقفوا عليها هذه الاولى الامر الاخر مساله ديال انه نقولوا بانه الهاجس ديالنا هو ان البنيته تقرا والسلام لا لا هذا خطا انا تنقولها ديما للاباء انا جايك سيدي خليل وفهمتك غادي نعالجوا هذا الامر هذا ديال الدراسه ولكن راه الطفل خصو نضروا له على بشكل شمولي الوليد خصو يكون شخصيته مزيان في نفسيته مزيان في الفكر ديالو مزيان في التعاطي ديالو مزيان والتواصل ديالو مزيان مع المحيط البنيته عندها تبول لا ارادي، التبول لا ارادي في الدلاله ديالو انه كاين واحد
ثقل على هذاك الطفل او لكن خوف. اذا يا اما خوف خصنا نعرفوا هاد بنيته مناش كتعاني اش من خوف. اذا خصها ضروري سيدي خليل من متابعه عند بسيكولوج او لا مستشار نفسي او لا يعني مرشد نفسي اللي غيدير معها حصص يعرف منايش هاد البنيته كتخاف. غيدير معكم لقاء انتوما كاباء ومع البنيته في نفس الوقت لانه شوف كيخص واحد الاليات من غير مساله الادويه ولا كذا ولا كذا كيخص واحد الاليات اللي كتكون مثلا واحد 12 جلسه ما تمل شيء سيدي خليل غير صبر غير خص يكون مختص بطبيعه الحال مؤهل لهذا الامر وتنديروا واحد الجلسات مع هاد الاطفال هادو مع الاباء ديالهم حتى كنوصلوهم لدرجه ديال الاطمئنان وكنعرفوا شنو هو السبب شنو هو السبب اللي خلى عندهم تبول ارادي لانه هذا تيدل على ان البنيته مطمئناش الا ما كانتش مطمئنه عمرها ما غتركز وعمرها ما غتحفظ غيولي بحال شوف حنا في الدارجه تنقولوا يعني شرف الله قدركم شي واحد عنده الصابون البلدي في دماغه صحيح بمعنى ان حتى فكره ما كتلصق له في الذهن ديالو علاش لانه هو ما مرتاحش ما مستعدش انه يستقبل الافكار شكرا استاذه نزيد كذا واحد المشاهده بالنسبه للملاحظه بالنسبه للاغاني كتحفظهم هي عارف انا كنتعجب انا كنبقى نتعجب كيفاش معظم الاطفال معظم عرفتي علاش سيدي خليل هذه كتدخل في التقنيات هذه كتدخل في التقنيات هو باغي الدرس بواحد الشكل معين اذا الخطوات سيدي خليل الخطوات هي اولا البنيته دير اختبار ديال الذكاء دير اختبار ديال صعوبة التعلم ضروري صعوبة التعلم من اجل ان نعرفوا المستوى الدراسي ديالها فين وصل نعرفوا فين كاين فين وصل ثم بطبيعه الحال كتستعمل واحد الطرق واحد الاساليب اللي كتخليها تتواكب اضافه الى الجانب النفسي اللي عندها خصو بطبيعه الحال الثقه بالنفس تزيد البنيته ما تبقاوش مركزين لها على انها راه غير القرايه اللي بغيناها تكون متفوقه عطيوها واحد الثقه بنفسها انها متميزه انها جميله مدح ليها في الشكل ديالها مدح ليها في الشعر ديالها مدح ليها في الوجه ديالها في الفعل ديالها مدح ليها في التصوير يعني هي باغا ترضيك هي شنو علاش كتنوض كتسخر بغات تكون كبيره في عينيكم اذا انت للاسف سيدي خليل كتشوف غير الدراسه لا هي راهي لا ما عطيتيهاش ثقه بنفسها والاطمئنان في الحياه العاديه عمرها ما تكون في الدراسه مزيان وهذا تيوقع لبزاف ديال الاطفال وتيغفلوا عليه الوالدين تيقول لك حنايا راح بطبيعه الحال حنا مركزين على دراستهم اللي مهم عندنا هو مستقبلهم ودراستهم ومستقبلهم تينباني وتيبدا من شخصياتهم الا عنده شخصيه اللي هي قويه راه بطبيعه الحال شخصيه قويه ماشي المقصود بان تكون عنيفه لا شخصيه قويه هي الشخصيه المتزنه هي الشخصيه اللي كتعرف الوقت اللي خصها تواصل والوقت اللي ما خصهاش تواصل الشخصيه اللي كتعرف امتى خصها تعطي وامتى ما خصهاش تعطي الوقت اللي تقول نعم واللي تقول لا الوقت اللي خصها تعطي وتمشي افون يعني تمشي انها تتخدم في دراستها ولا في حويجات والوقت اللي خصها تعطي الوقت لنفسها ولذاتها ولجسمها ولفكرها وبطبيعه الحال المطالعه ومجموعه الامور اذا هنا خصكم سيدي خليل نتوما تخلقوا توازن في الفكر ديالكم بعدا اولا وتمدحوا البنيته تمدح بشكل كبير ثم ممارسه الرياضه هذه ولا شك ممارسه الاساليب اللي تنقول لكم اللي فيها التركيز ضروري الاليات اللي عطيتكم كاملين تستعملها معها سيدي خليل دائما في الدار امور اللي تركز لها اللي تعاونها على الحفظ اذا ها انت شفتي الاغاني كتحفظهم والدروس لا اذا الدروس خصها تكون على شكل اغاني وهذا الشيء كنشوفوا في اوروبا كنشوفوا انهم تيدير لهم بطرق معينه اللي كتكون هذاك الدرس عباره عن صياغه علاش المسلمين تيديروا المنظومات وكيديروا ما خلوش الامور كلها نتريه داروا منظومات لان المنظومات تسهل الحفظ كذلك بالنسبه للاطفال الله يوفق سيدي خليل ان شاء الله تعالى يكون خير باذن الله غير نوع من المتابعه وتكون الامور طيبه مرحبا معنا ام احمد من مراكش الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كنشكرك دكتور على هذا البرنامج الله يبارك فيك ام احمد مرحبا بك اهلا وسهلا بارك الله فيك لاله بارك الله فيك الله يبارك فيك الله يخليك عندي جوج وليدات وواحد عنده 10 سنين واحد عنده 5 سنين المهم فيهم بحال تأتأة ايه سمحي لي شنو؟ يمشي عليك ام احمد
واش الوليد اللي عنده 10 سنين ولا عنده 5 سنين؟ شكون فيهم؟ هذاك يلاه بدات فيه، هذا اللي عنده 5 سنين يلاه بدات فيه هاد التأتأة هكا، كيقول تا هو. يعني تيكرر تيكرر الحرف الأولاني. غير الأولاني، تيكون عنده مشكل غير في الأول. إيه إيه. ما عمرني ما ديتهم ولا عند الطبيب لا والو، غير طبيبه عاديه من عم تبع ليهم يعني غير ديال الاطفال كتقول لك راه مع المده غيحيد هذا الشيء. واخا وليداتك ما تيعانيوش من ضغط، ما تيعانيوش من خوف، ما تيعانيوش من لا لا ما الحمد لله عادي. ما كاينش واحد اللي تيعنفهم اللي تيضربهم، هذه نحيدوها. لا لا ما كاينش ضرب، شي حاجه عادي. لا ما كاينش شي ضرب، يعني كاين شي ضرب شويه ولكن ما كاينش داك الضرب، داك الضرب الخايب. لا داك لا 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 ما ولا اشنو عطيني شنو كاين؟ كاين تعنيف باللفظ؟ لا واش الامور عاديه مقبوله ولا كاين شي كتحسي كاين شي واحد شي شويه العنف يعني ممارس على ما كاينش؟ لا ما كاينش العنف. دابا انا المشكل اللي عندي هو المدرسه، دابا وليت تلقى فيها مشكل الدراري مع يعني الانسان غير الا ما بقى يقرا ولا شي حاجه الدراري كيبداو كي لا واخا هذه نتائج فهمتها لالا. انا بغيت البيت بعدا نعرفه هو الاول، نبحثوا في الامور ديال البيت عاد باش نشوفوا المدرسه، هذيك هي النتيجه. بغينا نشوفوا الاسباب ونعرفوا نحلوا الامر مزيان عاد باش نوصلوا ان شاء الله تعالى للنتيجه. بالنسبه لدراستهم في الدار، شكون اللي تيراجع معاهم؟ تيراجع معاهم شي واحد ولا ما كيراجع معاهم حتى واحد؟ الولد الكبير داير ليه سوايع، والولد الصغير انا اللي كنراجع معاه. واخا وضهم مره مره. لما كتراجعوا معاهم شنو الخطاب اللي كتستعملوا معاهم؟ كتبقاو تقول له واش شفتي ولدي ما حفظتيش هادي، واش شفتي ما درتيش هادي، واش شفتي ما فعلتيش هادي، صاحبك جارنا فلان شحال جاب النقطة، اللي كيقرا معاك هذاك الولد شحال جاب النقطة، ديما المقارنة كاينة واحد النوع المقارنة؟ كاينة. إذا المقارنة إيوا هاد المقارنة، علاش قلت لك لالا نبحث معاك ونشوف ونحلوا الأمر. كاين شي حوايج تنديروها حنا اللي كنخليو وليداتنا ما واثقينش في نفسهم. تأتأة دليل على أن الوليد ما واثقش من راسه، ما مكبراش به. علاش ما كتكبروش بوليداتكم؟ كبروا بهم الله يرضي عليكم. انا ماشي تنقول لكم ما غاديش تقروهم ولا ما غاديش تكونوا صارمين شي حويجات، لا كونوا في شي حويجات تكون صرامه ولكن تكون كبيره. امرك ما تبقاي ولدك ديري له بحال هذيك الجزره اللي كتكون شرف الله قدركم مع الحمار. خصنا دائما يتقارن، وخصو دائما هو ديري له شي حاجه، خصك انت حين صاحبك جا هو الاول، انت خصك تبقى كتصارع معاه حتى تجي انت الاول ولا تجي في بلاصتو ولا تجي. لا عمرك ما تقارنوا مع الاخرين، خليه يقرا من اجل العلم، خليه يحصل على النقط لانه كاينه نقط اللي مزيانه اللي خصو هو يحصل عليها، لانه الا تعبناه نفسانيا عن طريق المقارنه غادي نفقدوا ثقته بنفسه، غادي يولي مهزوز، غيولي ذاته ملغيه، وحنا ما بغيناش الذات ديال الطفل تلغى. الطفل خصنا نحسو بان عنده كيان، انه عنده استقلاليه وعنده مميزات. ديما ولدك ذكريه اولا ذكريه بالايجابيات اللي فيه، الا وليداتنا ما عرفوش الايجابيات اللي فيهم حنا خصنا نذكرهم. تبارك الله ولدي كيدير، تبارك الله ولدي كيسمع، ابسط الامور ممكن تقولها. الولد كيطمئن، الولد كيرتاح، الولد كيكون عنده ثقته. واش حنا نبقاو نشوفوا وليداتنا غير من جانب ديال الدراسه؟ راه الا ربيناهم التربيه الحسنه وربيناهم يحترموا نفوسهم ويحترموا الاخرين ويحترموا الناس ويحترموا المدرسه ويحترموا الاستاذ ويحترموا والديهم، ويكون عندهم انهم عندهم القدره على التعبير بكل احترام بكل ادب، غادي تلقاهم راهم تفوقين في دراستهم. راه تلقائيا. واخا تفضلي. الله يجازك بخير. نعم. واخا قطعتك قبل، حتى باهم قال لك ملي كان صغير كان هكاك وعلمهم يعني يمكن يكون هادشي وراثي. تتكون واحد النسبه، كاينه واحد النسبه الوراثه، ولكن حتى بنت عمهم دايره بحال هكا ودارت لهم ماشي حصص وداكشي. اييه غادي تدي بنتك او ولدك عفوا عند لوغطوفونيست. لالا غتمشي لوغطوفونيست ياك، ولكن حتى حد في مراكش والله ما عرفت. واخا الا كان ممكن زعما ترشديني الله يطول عمرك. واخا لالا مرحبا مرحبا مرحبا، بقي معنا لالا، بقي معنا. نرجعك عند لالا سميحه وتعطيك وتخلي الرقم ديالك ان شاء الله تعالى، وديك الساعه نرشدك باذن الله الناس اللي يساعدوك في مدينه مراكش باذن الله. غير هو ما تخليش هذا الامر هاجس. بزاف الناس اللي كانوا عائلتهم عندهم تأتأة هي فعلا شيء يحاكى،
كتشوف شي واحد تي كيف تنقولوا تيتمتم كتولي حتى انت بحالو مثلا هكذا، يعني شيء يكتسب اكثر منه وراثي يكتسب. فاذا الا خليتي ولدك مثلا تيمارس التعبير على ذاته بدون انك ما تقولوش شتي علاش كدير هكذاك وما ديرش هكذاك، وتشوف فيه انت كلك ثقه به وتشوف فيه انت فرحان به هو كيتكلم خطا ولا ما خطاش، ما تبقاش دير له القلم الاحمر، ما تبقاش واقف له على لا هذه ما خصكش تقولها هكذا، هذه كنقول لها بحال هكا، ناقشوا في الفكره العامه اللي بغى يناقشها حتى يرتاح. قولوا غير بشويه، عطي لولدك يشرب مزيان الماء، ياكل الاغذيه اللي هي مساعده على الطمأنة وعلى الهدوء النفسي، ما يكونش عنده نقص في المغنيسيوم، ما يكونش عنده نقص في السيلينيوم، ما يكونش عنده نقص في الفوسفور، ما يكونش عنده نقص في البروتيين، لانه هذه كلها تفاعلات كيميائيه اللي كتحصل بالفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي كتعطينا واحد الهدوء النفسي. كثير من الناس كيشعروا بتوتر والادرينالين كيبدا يتفرز عندهم وكيتفرز وكيأثر عليهم، علاش؟ لانه اصلا عندهم مثلا نقص في المغنيسيوم مثلا اللي هي اللي كيحتاجها عضله القلب واللي كتحتاجها. فاذا التاثير ديال الادرينالين في هذه الحاله تيكون اقوى من انسان اللي اصلا مهيئ عنده تغذيه سليمه وعنده الاكل ديالو سليم وعنده الحركه ديالو سليمه. بمعنى حتى الادرينالين خصنا اننا باش نتخلصوا منه تنديروا حركات رياضيه، تنحاولوا ما امكن الا حسينا بالخوف مثلا او حسينا بشي حاجه كنبقاو نضربوا على القلب ديالنا، ماشي القلب، القفص الصدري جهه القلب، بحال اللي تيدير الغوريلا كتبقى كتضرب يعني بديك الشكل. انا ذا كيزول التوتر كيزول القلق. ونبقاو مع فاصل ثم نعود معنا لاله نعيمه من رشيديه. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمه الله. الحمد لله. الله يزيد عليا بزاف. الله يكرمك. عطيني النصائح، راه هضرت معك ماشي مره ماشي جوج. مرحبا بك لاله نعيمه، اهلا وسهلا داركم هذه، مرحبا اتصلوا في اي وقت. مرحبا لاله. العظيم الا كان البرنامج مفتوح لكم. داك الشيء اللي تتقولي لي كنديرو. ربي يخليك لاله نعيمه. الامر مخيرني بزاف، زعما مأثر في حياتي بزاف. مرحبا تفضلي. الله إلا مرضت. انا دائما كنهضر لك على ولدين. ايه عقلت ولدك عندها وبغى يرجع وبغى هادي وهادي. حاولنا معاه حتى رجعنا حتى كل شيء، عاوتاني قال لك لا ما بغيتش نقرا. دابا نيت حتى انا نيشان ما بغيت نقرا، ما بغيت ندير تكوين، ما بغيت ندير حتى شي حاجه. ما عرفتش اختي شنو ندير معاه، هو خلاص ما كي دابا معايا مزيان كل شيء، ولكن ديك المساله ديال انه يدير شي حاجه ما بغاش. ما عرفتش كيفاش. لا نعيمة، ولدك لما وصل بحال هكذا خصو ضروري من متابعة نفسية. ما بغاش، ما بغاش يمشي لي، يمشي حتى للظل بيضا كاع، ما بغاش. دابا المشكل باش ما بغاش. صافي قال لك انا ديك القراية ما بغيتهاش كاع، ما بغيتش انا دابا. شنو المستجد؟ شنو وقع؟ راه له شي اشكال عاود؟ كتقولي تبين عليه شي حاجة، الموسيقى كيحفظها، كي قالت هذيك كيحفظ الاغاني، كي هذا تيقاد حالته، بغى غير يشري، بغى غير يلبس برديله، بغى غير يقاد حالته، الريحه زعما ماشي شي واحد اللي تقولي مطاوي على راسه ولا شي حاجه ولا. واخا لاله نعيمه، عندنا واحد الامر في علم النفس، عندنا الشخصيه الهستيريه. الشخصيه الهستيريه هي شخصيه اللي كتبغي دائما كتكون في مستوى ديال امل. بعدا نقول لك عفاك ما يقطع لي الخط معك في الراديو ولا دابا، غير قولي لي كيفاش نتصرف معاه، واش نخليه زعما خلاه. شحال دابا من عنده من عام؟ فين وصل دابا؟ شحال دابا؟ هاد في هاد الشهر ثلاثه يكمل 17. واخا بابا كيفاش تعامل معاه؟ انت كيفاش عملتي معاه؟ صافي لما قال لكم نجلس ما نقراش، شنو درتوا؟ دابا فاش يجلس هو وياك كيقول لي دابا غير قول لي شنو بغيتي، حنا معاك، غير داك الشيء اللي بغيتي قلنا حنا معاك، كيقول له غير خليني من بعد، صافي كيبقى علينا غير ديك من بعد صافي. ما عرفتش اختي شنو ندير، زعما مأثر لي في حياتي هذا الشيء بزاف، مرضت صحتي واحد التفكير ما كي تنقول الرزق هو الله خم، ولاني كنشوف هذا الولد راه صغير، راه دابا باغي غير يلبس، باغي غير هذا، شنو زعما المصير ديالو؟ واش كيفاش نتعامل معاه؟ كيفاش؟ ما عرفتش. ما عرفتش. لاله نعيمه، الوليد ما يمكنش نحكموا عليه بحال هكذا، ضروري من متابعه نفسيه، غنقولها لك وغادي نعاودها لك لاله نعيمه. بمعنى الوليد واخا ندير اختي امل؟ واخا لاله نعيمه، واخا انا نقول لك تخلي الرقم ديالك، واخا خلي الرقم ديالك. لا وفاء الله عطاك واخا، خلي الرقم ديالك ان شاء الله تعالى، ونحاولوا نشوفوا كيفاش اننا نتواصلوا مع الوليد ويكون خير ان شاء الله تعالى.
مجموعة من الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية كتكون عند المراهقين عند الأطفال. فكاين الشخصية الهستيرية، الشخصية الهستيرية كتبغي دائما أنها تبقى هي اللي كتبان الأفضل وهي اللي كتبان الأحسن، من خلال إيش؟ من خلال كيكون عندها حب الظهور، خصها تلبس مزيان، خصها تقاد مزيان، خصها تشري هادي، خصها تشري هادي، دائما يعني عندها الأولوية ديال حب الظهور وحب يعني الرياضة إن صح التعبير. لكن هنا تيكون عندها هذا الإشكال، هذا كتبغي ديما هي تبان صورة جيدة مع الناس. كنلقاو أغلب الممثلين في واحد فئة كبيرة كيكون عندهم شخصية هستيرية، وهذه الشخصية الهستيرية كتكون حتى هي رقيقة في المشاعر ديالها، كتكون رقيقة، ممكن أنه تدخل عندنا، ممكن أنه تسلم عليك ولا تسلم عليها وتطيح ديك ساعات مثلا. كتكون عندها واحد المشاعر اللي هي تنسميوها مشاعر رقيقة مرهفة، ولكن مشاعر اللي كتبان بواحد الشكل كبير، ممكن أنها تبكي دغيا، ممكن أنها تضحك دغيا، ممكن أنها. فإذا شنو تنديرو بطبيعة الحال؟ شنو لازم أنها؟ لازم من متابعة، لازم من جلسات، لازم من حوارات، لازم من مجموعة الأمور اللي بطبيعة الحال تيديروها المختصين النفسيين. انتي لالا في الموقف ديالك خصكم نتوما تصحوا المسار ديالكم، تصحوا المسار ديالكم. كاينه هاد الشخصيات هاد اللي كتكون شخصيات هيستيرية، ممكن يكون مصاحب ليها، يقدر يكون واحد الشخص اللي عنده اكتئاب، يقدر يكون عنده مشكل ديال الوسواس، ممكن يكون عنده بزاف ديال الحويجات. اذا انا ماشي الان تنشخص، وانما سنعطي فكره وسنعطي افكار على شخصيات متعدده اللي كتعطينا واحد سلوكات معينه. إذا الوليد إلا كان مثلا في البيت كيشعر بأنه هو في واحد المجال ديال أنه بغى يظهر وبغى يبان، وانتم ما مهتمينش إطلاقا بهذا الجانب، ممكن هو تفاصيل بالنسبة له مهمة، جا عنده مثلا صديقه، أنا كنت نصحتك للا بأنه استقبالك للناس اللي تيكونوا من جهته شيء مهم، تكبري بهذا الوليد لما يجيو عنده صحابه تهتمي بهم. كنتي قلتي لي عندك مراقبة، عندك مراقبة لهذا الوليد، ربما هاد كثرة المراقبة اللي كنخليو فيها وليداتنا كيحسوا بالمراقبة ديالنا راه شيء لا يخدمهم. انا كنشوف امهات اللي سيبقاو يعني يسبوا بناتهم ويسبوا ولادهم، وعلاش مشيتي هنا وعلاش جيتي هنا، وانا تبعتك وانا مشيت وانا شفتك وانا درتي وانا فعلتي، يعني واحد السلسلة من العتابات اللي هي متكررة، كيولي كيحس براسو مخنوق، ذاته ملغية، ثقة فيه مفقودة، ثقة في نفسه كتفقد من بعد. إذا رحنا ماشي هدية التربية، التربية بغيتي ولدك أعطيه قيم، خليه يتشرب منك أنت، يتشرب منك الهدوء النفسي، يتشرب منك الثقة بالنفس، يتشرب منك الثقة مع الله تعالى، يتشرب منك الرحمة، يتشرب منك المعاملة الحسنة مع الناس، حس المسؤولية، الإحساس بالأمة، الأمة كلها لما الوليدات تنعلمهم يكون عندهم واحد الإحساس بالأمة ككل، وبالإحساس بالفقير، الإحساس تنعطيهم آلية تصدق ولدي دير هادي، فعل هادي، اترك هادي، بواحد الطرق اللي هي جادبة بطبيعة الحال، ماشي غير مجرد أوامر. وكنشجعوه على الفعل ديالو والسلوكات ديالو اللي كيدير، ولو تكون هي سلوكات وليداتكم نتوما للاسف كتحاسبوهم بلا ما تعطيوهم محاسبه، وما كتفكروهم حتى المراهقه. في الطفوله كتنساوهم، حتى كتجي فتره المراهقه، اولدي بنتي ولات باغا غير تمشط، باغا دير الماكياج، باغا تلبس كذا، باغا تفعل، ولدي ولا كيمشي مع صحابو، ولا تيخرجوا هنا، ولا تيمشيو هنا، تيخليو ربما المدرسه، تيتغيبوا على المدرسه، اولا كيجلس مع شي صحاب ماشي هما هذوك، تيدير شي تحسينه ماشي هذيك، هذا واقع. ما بقاش بغى يقرا، ما بقاش. وليداتكم نعم تعيشوا واحد الفتره المراهقه اللي ممكن الناس اللي كيعطيو لوليداتهم واحد الحويجات في الطفوله، لكن ما كيحرطوا ربما، ولكن ما كيجنيوش هذيك الامور. علاش؟ لانه الحرط ما كانش مناسب، الحرط خصو يكون مناسب لهذيك التربه ويكون مجموعه الامور. اذا تنديروا تنوع، وليد اعطيه المجال الجمالي مثلا، هو باغي مجال جمالي يلمسو فيك، يلمسو في الاب ديالو، يلمسو في خوته، الاحترام ديالو هو يكون كاين حاضر، كلمته تكون مسموعه، صافي ولدي خطاتي، وقع لك مشاكل في المدرسه مع اساتذه مع زملاء مع كذا، نمي واحد الفرصه، نعطيه مجال اخر يبدع فيه، يقدر هو تيحب الرياضه، خليه يتفاعل مع الرياضه، خليه يشوف، حاولي ديري واحد القراءه كأمهات كأباء، ديروا قراءة شنو الميولات ديال هذاك المراهق، هذيك الميولات ماشي نقصوا منها، وانت ولدي كتضيع وقتك مع صحابك، راه هو ما كيضيعش وقته مع صحابه، هو راه عنده واحد الخطاب خاص مع صحابه اللي كيجذبوا،
عنده واحد ربما كيهضروا على مسائل جنسيه، انت لالا ما كتهضريش معاه في مسائل جنسيه، الاب ديالو ما كيهضرش معاه في مسائل جنسيه، ربما هو عنده واحد الشوق لمعرفه معينه، كيهضروا على شي فكر، يهضروا على شي فكر الحادي، تيهضروا على شي فكر ديال مسيره ديال مجموعه الامور. حنا خصنا بطبيعه الحال نلمسوا، وان كان نستدعيو مثلا هذاك بمعنى استدعاء، ماشي استدعاء، لقاء يكون مع صحابه ولا ما صاحبه، حنا ننزلوا ديك المستوى ديالهم ونجلسوا ما فيها باس. الام مثلا تمشي مع البنات تجلس معهم، الاب حتى هو مره يعرف اي نوع الخطاب اللي داير مع الاصدقاء والصحاب، يهضر معاه يجذبوه في ديك الطريقه وهكذا. اذا هادشي كنديروه من البدايه وسنديروه كمرحله علاجيه اللي كتكون طبعا حال شيء اللي هو في هاد المواقف هذه خصنا نتعاملوا معها بدون ضعف، بقوه بدون ضعف. ان شاء الله تعالى الخير والتيسير والهدايه ان شاء الله تعالى للوليدات المسلمين كافة، وليدات كاملين بإذن الله. شكرا لوفاء كنتي معي في الإخراج، لا سميحة في استقبال المكالمات، نلتقي غدا إن شاء الله في نفس الموعد، إلى اللقاء.